ها شباب، وبعد ما ركبنا جوا الكابينة بتاعت الجي سي بي، أول حاجة يا شباب دي الديزل، سرعة الديزل، ودي الفرامل البريك. الجي سي بي ده يا شباب مختلف عن الجسيبات التاني، الغيارات بتاعته هنا في الجنب، يعني هو على كده على الأول، تمام، كده على التاني، كده تالت، كده الرابع. طبعا وانت شغال دايما تخليك على التاني او الاول، بس هو الاغلب يكون على التاني يعني، تمام. العصايتين دول يا شباب، العصاية دي فيها اربع حركات، تمام. لو انا شديتها لورا هرفع الدراع لفوق زي ما انت شايفين. العصاية دي لو انا شديتها لورا هرفع الدراع زي ما انت شايفين كده، ده يا شباب اسمه الدراع، ديت الدراع. ولو انا زقيتها لقدام انزل الدراع، يبقى لو شديتها لورا هرفع الدراع، لو زقيتها لقدام انزل الدراع، تمام. لو اني جبت العصاية دي هي يعني، لو انا جبتي يمين هفضي الباكت، ديت يا شباب اسمه الباكت، ده اسمه الباكت. لو انا جبت العصاية يمين هفضي الباكت زي ما انت شايفين. لو انا جبت العصاية شمال، لو انا جبتها شمال كده هلم الباكت، يبقى يمين افضي الباكت، شمال اعبي الباكت، تمام يا شباب. العصاية التانية دي يا شباب، العصاية دي لو انا زقيتها لقدام، بصوا على الباكت، لو انا زقيتها لقدام هفتح الباكت، شايفين؟ لو انا زقيتها لقدام هفتح الباكت، لو اني شديتها لورا هقفل الباكت. يبقى العصاية دي مخصصة انها تفتح الباكت وتقفل الباكت، تمام. وفتحة الباكت دي وقفلتها ليها شغل معين في الجي سي بي، اشرح لكم ان شاء الله في فيديو تاني، تمام. بس انا النهاردة حبيت اوريكم اياها، هي معنى الحركات دولي. دي فيها اربع حركات، نزل الدراع، لو انت زقيتها لقدام هتنزل الدراع، لو انت شديتها لورا هترفع الدراع زي ما انت شايفين، لو انتوا جبتوها يمين هتفضي الباكت، لو انتوا جبتوها شمال هتعبي الباكت زي ما انتوا شايفين يعني. والعصاية التانية بتاعت هي العصاية دي بتاعت فتحة الباكت وقفلته يعني، ودي يعني شغلها قليل، تمام، مش تحتاجها كتير يعني. كده يا شباب انا شرحت لكم اياها الباكت، معدة الجي سي بي، ازاي تشغل الجي سي بي وازاي تشغيل الجي سي بي وتشغيل الباكت يعني. ارجو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والاعجاب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.